لا بالحق رحتوا الانتخابات؟ ايوه طبعا رحت ولسه راجع. وانت؟ ام حسن هي اللي راح. يا دي العيبه بقى جماعتك تروح وانت لا. ما هو بي او من غيري ربنا هيعمل الصالح. الا انت مش نازل؟ ما لسه فاضل يومين يا حاج. وليه تستنى للاخر؟ اي حاجه تستنى الا الموضوع ده. يعني خلاص الانتخابات واقفه في الدايره بتنادي على ابو حسن؟ ايوه. يا الدنيا كانت رايقه في اللجنه يا محمد. وانا هعرف منها. الله انت مش لسه جاي من هناك؟ لا انا لسه ما رحت. يا جماعه مفيش حاجه اهم من اننا نقول راينا. لا ان كان على رايي انا بقوله لكل البلد. لا انت وهو هما ناس البلد. يعني كتير بنفتكر لما نقول راينا في قعده صوتنا كده خلاص وصل وعدى، لكن الحقيقه رايك مش هيعدي مكانك وصوتك مش هيوصل للعالم كله الا بالصندوق. الهيئه الوطنيه للانتخابات، دورنا نحمي حقك ودورك تمارسه. شارك، صوتك هيوصل.